في جميع أرجاء العالم تتصادم الفصائل في معركة البقاء الوحشية في الطبيعة، على اليابسة، في البحر وفي الجو. تقاتل الحيوانات بشدة للفوز بالطعام، الأرض وحقوق التكاثر. من سهول إفريقيا إلى شطآن أستراليا، ليست هناك قوانين. هذا هو نادي قتال الحيوانات. في البراري المغطاة بالثلوج في أمريكا الشمالية، فإن القتال من أجل البقاء شرس. في أرض المعركة الملطخة بالدماء، يتميز نوعان متفوقان من الضواري على البقية. الدبابة الشهباء هي الحيوانات القوية في أمريكا الشمالية كيلوغراماً. الحجم والقوة وإحدى أفتك العضات على الكوكب تجعلها حيوانات مقاتلة مذهلة. الذئاب صيادة قوية، تجوب كل الأصقاع لتعثر على ما يكفي من الطرائد للنجاة. السرعة والأسنان وتكتيكات القطيع الذكية تعني أنها تؤثر أكثر مما يوحي وزنها. يمكنها أن تقضي على حيوانات أكبر منها بعشرة أضعاف. لذا عندما تتنافس هذه الضواري المميزة على الوجبة نفسها، تصبح الأمور بشعة. يخرج هذا الدب الأشهب الذكر من السبات الشتوي. بقي في عرينه لأشهر وفقد حتى 30% من وزن جسمه. سيتطلب الوقوف بين هذا الدب وغذائه حيواناً شجاعاً جداً. يشم قطيع الذئاب رائحة وجبة. 280 مليون مستقبل شمي، أكثر بخمسين مرة من مستقبلات الإنسان، تجذبها من مكان أبعد من كيلومتر وستمائة متر. يستطيع هذا الدب الأشهب قتلها بعضة واحدة. لذا فإن ثمن هذه الوجبة يمكن أن يكون الموت. يفرغ الدب الأشهب غضبه. ظهر الدب عبارة عن 136 كيلوغراماً من العضلات المركزة التي تعطي قوة هائلة لطرفيه الأماميين. وفي نهايتهما مخالب مميتة يبلغ طولها 10 سنتيمترات. لكن الذئب سريع، يتصرف خلال جزء من الثانية، ولدى القطيع استراتيجية للهجوم. تمارس قطعان الذئاب سلوك العصابات هذا عندما تطارد الفريسة، وتتبادل الأدوار في مطاردة ومحاولة إيقاع حيوان ما إلى أن يصبح منهكا وضعيفا. سلاحها الرئيس هو الأسنان. يملك الذئب 42 سنا حادة يصل طولها حتى 5 سنتيمترات. عندما يغلق فكيه، فإن الحواف الشبيهة بالسكين لأسنانه الخلفية تقطع متجاوزة بعضها البعض كمقص وتمزق لحم ضحيته. يستجيب الدب من خلال محاولة الاقتراب قدر الإمكان لاستخدام عضته. يحتوي رأسه البالغ طوله 41 سنتيمتراً على عضلات فكين كبيرة و42 سناً تغذي عضة تبلغ قوتها 214 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، بحيث يسهل سحق جمجمة الذئب. لكن مرة أخرى الذئاب سريعة جداً، وفي هذا الوقت من القتال لا يظهر الدب الأشهب علامة على الإنهاك. تدرك الذئاب أن تكتيكات العصابات التي تمارسها لا تضاهي دباً قادراً على التحمل. مع كل ضربة تحمل خطورة الموت، فهي تعترف بالهزيمة وتترك الدب الأشهب ليستمتع بغنائم الفائز. عليكم فقط النظر إلى بعض الحيوانات كي تعرفوا أنها تولد مقاتلة بطبيعتها.
بوزن يزيد عن 1360 كيلوغراما، فإن وحيد القرن الذي يهجم بأقصى سرعة له تبلغ 48 كيلومترا في الساعة هو حيوان قاتل. لتوليد قوة تضاهي قوة وحيد قرن في حالة هجوم، على لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أن يركض بسرعة تساوي 483 كيلومترا في الساعة تقريبا. ليس لوحيدات القرن مفترسات طبيعيات، لذا فإن الحيوانات الوحيدة التي عليه القلق منها هي وحيدات القرن الأخرى. يمكن للذكور المهيمنة أن تحمي منطقتها بشراسة، يمكنها أن تتزاوج مع أي أنثى ضمن حدودها، لذا فإن النزاعات على المنطقة يمكن أن تنتهي بالموت ويصبح الخاسر وجبة لآكلات الجيف. زيمبابوي، أفريقيا. ذكران من وحيدات القرن يقيم أحدهما الآخر. الزعيم الكبير عمره 12 عاماً وهذه هي منطقته، وبما أن عمر المتحدي لا يتجاوز 8 أعوام فهو أصغر، لكنه مفعم بثقة الشباب. ليحصل على ما لدى الزعيم الكبير عليه أن يهزمه بعدل وإنصاف. يبدأ بعدوانية ويضع الزعيم الكبير في حالة دفاع، يهز رأسه مهدداً. الرسالة: كن خائفاً، كن خائفاً جداً. قرونه مصنوعة من الكيراتين كالشعر البشري، ذات رواسب كثيفة من الكالسيوم في لبها تجعلها صلبة وقوية كشعرنا، فهي تستمر في النمو طيلة حياتها، ويمكن أن يصل طولها إلى 1.30 متراً عند طرفها المستدق، مما يجعلها أداة فتاكة بالنسبة إلى الخصوم الناطحة. لكن لدى الزعيم الكبير قرن أيضاً، وقرنه أطول. يقرر أن المتحدي مخادع تماماً ويتولى الهجوم. يستخدم وزن جسمه ليتقدم إلى الأمام كآلة جرافة. لا يستطيع المتحدي أن يحصل على الجر الكافي للمقاومة. يناور الزعيم الكبير بقرنه الحاد تحت عنق خصمه الضعيف. تبلغ سماكة جلد المتحدي 2.5 سنتيمتر، ويمكنه تحمل ضغط يصل إلى 714 كيلوغراماً للسنتيمتر المربع، مما يجعله بضعف قساوة المطاط. لكن عند صدره وتحت عنقه يكون الجلد أرق بثلاثة أضعاف. يمكن لدفعة مصوبة بشكل جيد أن تتغلغل في قفصه الصدري وتثقب رئته. تحت الهجوم الذي لا يلين يصبح المتحدي مغطاً بالدماء ومنهكاً. يشير الزعيم إلى نهاية اللعبة بأن يتبرز وينشر روثه لتحديد منطقته. إنها رسالة واضحة تعني: ابتعد عن أرضي. كل ما يستطيع المتحدي الجريح فعله هو الإقلال من خسارته والتراجع. شمال أستراليا، الطبيعة المذهلة مع المفترسات. الفصيلتان اللتان تتصدران المجموعة نادراً ما تتواجهان حتى الآن. تمساح المياه المالحة الذي ينمو إلى طول 6.70 أمتار ويزن حتى 1200 كيلوغرام يعيش في الأنهار والروافد على طول الساحل الأسترالي. إنه يختبئ كاشفاً عينيه ومنخريه فقط إلى الآن. في ومضة خاطفة يقفز إلى اليابسة ويهاجم بأقوى عضة على الأرض. يقتل طريدته ويجرها إلى المياه ليأكلها. أسماك القرش هي الضواري الأقسى في البحر، حيث يمكن أن تنمو بعض الفصائل منها إلى طول 6 أمتار وتزن 2260 كيلوغراما. أول ما ترونه في سمكة القرش هو الزعنفة الظهرية المنذرة بالشر التي تقطع المياه. ربما يكون هذا آخر ما سترونه منها.
إنها تستخدم سرعتها ورشاقتها وفكاً مرصوفاً بأسنان حادة كالشفرة لقتل طريدتها. هذه القتلة التي يخافها الجميع لا تلتقي أبداً تقريباً، لكن عندما تفعل ستكون هناك دماء. الساحل الأسترالي الشمالي. يتغذى تمساح مياه مالحة عمره 10 سنوات على سلحفاة ميتة، وتجذب رائحة الدم قرش الليمون حاد الأسنان الذي يبلغ عمره 15 عاماً. يمكنه أن يتقصى وجود 10 قطرات من سوائل الجسم في حوض سباحة مليء بالماء. القتالات بين أسماك القرش والتماسيح نادراً ما تصور، لذا فإن رؤية سمك قرش يهاجم منظر مميز جداً. باستخدام عنصر المفاجأة لمحاولة إخافة التمساح والحصول على السلحفاة لنفسه، لابد أن يكون القرش شجاعاً أو يائساً كي يهاجم تمساح مياه مالحة في المياه الضحلة. خط الساحل هو منطقة التمساح. الخطر الأكبر هنا هو فكات تمساح القاتلات. تدعم عضة التمساح بقوة 7 عضلات فكية تعطي قوة سحق تبلغ 1680 كيلوغراماً، وأن تعلق بين فكيه كأن تعلق تحت شاحنة نقل. لديه أقوى عضة لأي حيوان على الأرض، وهي كافية لتقطيع قرش الليمون إلى قطع. ولا يخاف تمساح المياه المالحة بسهولة. عندما تجر الأمواج السلحفاة إلى مياه أعمق، يتبعها التمساح إلى موقع القرش المفضل. على التمساح الآن أن يعمل بسرعة ضد المد الذي يقترب بسرعة. يدور القرش حول التمساح محاولاً الحصول على السلحفاة، سلاح هجومه الأساسي هو فك مليء بالأسنان. لديه ما يصل إلى 200 سن في كل فك. تنمو أسنان جديدة له خلال حياته، حيث تتقدم الجديدة إلى الأمام بينما تسقط القديمة، مما يعني أن أسنانه في المقدمة تبقى حادة دوماً. يواجه التمساح أسنان القرش بدرع، ويحاول حماية عشائه الثمين، ويقوم بالتدحرج. يحصل على السلحفاة المتنازع عليها بشكل حاسم، يجرها عائداً إلى الشاطئ، ويقرر القرش أنه لا يستطيع هزيمة تمساح مصمم في منطقته. يتراجع ويترك التمساح مليكاً في المياه الضحلة. الأسنان فتاكة، لكن إن أضفنا الحوافر يمكن أن تكون النتيجة هائلة. حصان كامارغ قديم جداً ويعدو بجموح. في مستنقعات كامارغ المالحة القاسية في فرنسا، يحتاج البقاء إلى عضلات وعضة قوية والكثير من القتال. هذه عائلة من أحصنة الكامارغ. الأب الذكر المسيطر في العائلة. تجوب الحي مجموعات من الأحصنة الشابة المفعمة بالتستوستيرون. ليس لديها إناث خاصة بها. الطريقة الوحيدة كي تحظى بفرصة للتزاوج هي مقاتلة الأب على هذا. في رأس هذه المجموعة عازب مثار وتواق للانطلاق. يخاطر الأب ليس بعائلته وحسب، بل بحياته، لأن خصمه يمكن أن يكسر قائمته، وهذا يعني حكماً بالموت في البرية. ينطلق العازب الداكن في الهجوم. سلاحه هو أسنان طولها 1.5 سنتيمتر. عضته قوية بما يكفي لبتر إصبع بشري، وهو يصوبها نحو عنق خصمه المكشوفة، حيث يمكن أن يقطع عبر اللحم ليصل إلى وريد أو شريان رئيس. يرد الأب العضة. تستمر الأسنان بالنمو طيلة حياة الحصان، لذا بما أنه الحصان الأكبر عمراً ربما تكون له ميزة. أذنا الأب
مثبتتان إلى الخلف وهي علامة على العدوانية، وبالتأكيد يقوم بحركته القاتلة، ركلته المضاعفة بقائمته الخلفية. يتألف حوالي 50% من جسمه من العضلات. عندما يرمي بكامل ثقل جسمه في ركلة مضاعفة بالقائمة الخلفية، فهو يولد قوة تصل إلى 1630 كيلوغراماً. ضربة مباشرة إلى ساقي الخصم يمكن أن تكسرهما. تفشل ركلته الأولى بالإصابة، لكن الأخرى تصل إلى هدفها. كل ضربة تترك أثرها إلى أن لا يعود بوسع العازب التحمل. يعود الأب إلى المنزل وإلى إناثه، لقد ضمن سلالته، أما العازب فيغادر من دون أي شيء. فيما يتعلق بمعركة بين فردين، فإن الصغار هي من يجب الانتباه إليها. إن منحتموها نصف فرصة فستمزق رؤوسكم. لقد أتت من الفضاء الخارجي، أو على الأقل تبدو أنها فعلت. تأتي بمجموعة من الألوان المختلفة، وهي قاتلة الحشرات القصوى في العالم. إنها حشرة السرعوف. بخمس أعين تستطيع رؤية الحركة عن بعد 18 متراً، ولديها رأس يستطيع الدوران بزاوية 180 درجة في الاتجاهين، وبهذا لا يمكنك التسلل بعيداً عنها. منعكساتها أسرع من ذبابة منزلية، وتستغرق ضربتها جزءاً من 50,000 من الثانية. إنها تأكل ضحاياها حية، حتى إنها تأكل بعضها البعض. نحتاج إلى إعادة بالحركة البطيئة كي نرى كل التفاصيل الدامية. هذا سرعوف عملاق على شكل ورقة شجر. هذه هي أرض صيده، وهو يحمي منطقته بشراسة. عندما ينافسه سرعوف آخر، فإن المقيم الذي يبلغ طوله 7.5 سنتيمتر إلى اليسار يبعد المتطفل بدقة لا ترحم. ضربة واحدة، ضربتان، ويسقط الخصم ويخرج. لكن الغازي التالي أقوى. السرعوف الرمادي الأصغر حجماً إلى اليمين يريد الصيد هنا أيضاً، لكن المكان لا يتسع سوى لواحد منهما. يتواجهان، تمتد الساقان الأماميتان، تمتد أجنحتهما لجعلهما يبدوان أكبر وأكثر تهديداً، لكن لا يشعر أي منهما بالخوف ويهاجم المقيم في وقت أقل مما يحتاج الإنسان ليطرف بعينيه. ذراعاه أشبه بحربتين قويتين وحدتين كفاية كي تثقبا الطريدة عندما يتم نشرهما بسرعة القصوى، لكن الهيكل الخارجي من الكيتين يغطي جسم الغازي ويمنعه من أن يثقب. الأشواك التي تشبه المخالب لذراعي المقيم تعلق بكتفي الغازي. يتبع هذا بهجوم آخر، لكن هذه المرة تتشابك الأذرع. تبطن أشواك حادة الأطراف الأمامية كصف من الأسنان على الفكين العلوي والسفلي، وهي ذات اتجاهين متعاكسين. لذا ما إن تعلقت طريدة بينها، فإن أي حركة تدفعها عميقاً في أشواكها. هذه الطريقة ممتازة للإمساك بعشائه بقوة، لكن الآن جعل المقيم خصمه عالقاً بطريقة أقرب من أن يجعله مرتاحاً. يتكئ إلى الخلف ليتجنب الغازي قبل أن يقوم بهجوم معاكس. تضرب ذراعاه رأس الغازي في محاولة لقتله، لكنه لا ينجح هذه المرة. لكن
هجومه الذي لا يلين يجعل الغازي خاضعاً لقوته، ويحصل المقيم أخيراً على أرض صيده لنفسه بالكامل. البفن، ربما تبدو طيوراً ظريفة وبريئة، لكن هذه المناقير الملونة تخفي فماً من الأشواك المدببة التي تعني أن الأمر يصبح بشعاً عند الهجوم. في شمال غرب اسكتلندا، موسم التزاوج لطيور البفن الأطلسي في أوجه. إنها تدافع عن منطقتها بشراسة. كل عام تعود البفن إلى المستعمرة نفسها لتعشش، مع أكثر من 100,000 طائر آخر. رغم أنها تتنافس بين بعضها، هناك عامل أمان في أعدادها الكبيرة، لأن الطيور الأخرى هنا خطيرة. هذا الطائر الذي يبلغ عمره 6 أعوام وطوله 30 سنتيمتراً لديه فم جائع عليه إطعامه. تحتاج صغار البفن إلى 6 أسابيع كي تصبح قادرة على الدفاع عن أنفسها، وثلثها لا يتمكن من النجاة. على الأب أن يصطاد السمك 10 مرات في اليوم. يمكنه أن يغوص إلى عمق 60 متراً. ويحتاج إلى تسليم صيده بأمان إلى المنزل، إن كان الفرخ سيحظى بفرصة للنجاة. لكن هذا يعني المرور بمتاهة الرعب في السماء. يراه طائر كركر قطبي شمالي وينطلق ليهاجمه. يريد السمكة التي لدى البفن. لحماية صيده الثمين، يهبط الأب في جزء خارج حدود المستعمرة. إنه يأمل الاندماج في الحشد، لكن هذه أرض عدائية. يمكن لقتال البفن أن ينتهي بالموت، لذا فإن رحلة صيده على وشك أن تصبح أخطر بكثير. هذا البفن الأب في مهمة خطيرة، وهي العثور على سمكة ليطعم فرخه حديث الولادة. لكنه أجبر على الهبوط الاضطراري في أرض عدائية. هذا الطائر المحلي لا يتحمل وجود غريب بهذا القرب من جحر عائلته. إنه ينادي للقتال الذي يمكن أن ينتهي بموت أي منهما. يقفز المحلي. يتصادم المنقاران الملونان اللذان يبلغ طول الواحد منهما 2.5 سنتيمتر. تبطن أشواك مدببة أفواههما من الداخل، وهذا مثالي من أجل الإمساك بسمكة أو بطيور بفن أخرى. عند التماسك معاً تتولى المخالب العمل. يمكن للأظافر المنحنية أن تفتح ثقوباً في شبكة قدمي الخصم أو تسبب له العمى، مما يجعل الصيد والبقاء صعباً عليه. تستخدم طيور البفن أجنحتها كأسلحة هجوم ودفاع. يتجمع حشد ليراقب المعركة. معارك البفن رياضة للمتفرجين. بعد تماسك المنقارين، يسقط المتصارعان على المنحدر بشكل خطر. يمكن للسقوط من على الجرف إلى الصخور التي تحته أن يكون النهاية لكليهما. عندما يتمكن الأب من التحرر من قبضة المحلي، يقرر أن الوقت قد حان للهروب في الوقت المناسب مرة أخرى. لكنه يعود إلى المنزل خالي الوفاض إلى صغيره. لن يطول الأمر قبل أن يضطر للذهاب في مهمة غطس أخرى يمكن أن تنتهي بالموت. إن كنتم تعتقدون أن حماية صغير واحد عمل صعب، تخيلوا كم سيكون من الصعب القتال لحماية الآلاف منها. في إحدى الزوايا توجد سمكة السكلد العملاقة التي تزن حوالي 3 كيلوغرامات. لديها عضة قوية وروح قتالية، لكن بوجود ما يقارب 1000 بيضة عليها حمايتها من الضوار الجائعة، تكون هي الأضعف. وفي الزاوية الأخرى السلحفاة ذات الظهر المعين التي تزن حوالي 6 كيلوغرامات و800 جرام. إنها تلوح مهددة بقوقعة مدرعة، ولها شخصية هدارة وتحب بيوض سمك السكلد.
ربما يكون هذا هو الوقت الوحيد الذي تتكاثر فيه أسماك السكلت في حياتها، لذا تنضم الأم إلى القتال أيضاً. أفضل دفاع هو الهجوم، وأسلحتها فك قوي مليء بمئات الأسنان. يمكن لعضتها أن تسبب النزيف لدى البشر بسهولة. إنها تصوب نحو رأس السلحفاة وعنقها الطريين. حوالي 50% من جسم السلحفاة مغطى دوما بالدرع، وهي قوقعة صلبة مصنوعة من الكيراتين. لكن أسماك السكلت تهاجم بدون رحمة. وأخيرا تمسك الجلد الطري حول عنق السلحفاة. بعد أن تدرك السلحفاة أنها ضعيفة، تصبح دفاعية. على اليابسة لديها قدرة هجوم قوية، لكن في المياه فإن المقاومة الأكبر تعني أنها لا تستطيع الضرب بالقوة نفسها، وعضتها أصغر من أن تمسك بالسكلد الزلق الكبير. والآن لدى الأسماك خطة جديدة، إنها تحاول دفعها. عندما تدفع بكل قوتها تقوم بضرب خصمها بالصخور. لا تستطيع السلحفاة أن تتحمل تصدع قوقعتها. تتراجع، وقد أبعدت أسماك السكلد التهديد، وعلى السلحفاة أن تبحث عن الغذاء في مكان آخر. بمخالب أكبر من مخالب الأسد بمرتين، لا عجب أن هذا الحيوان لا يحتاج إلى أي أسنان. إنه يستخدم مخالبه التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات كي يفتح أعشاش النمل وكأسلحة أيضاً. إنه يعرف بلقب ذي الرائحة الكريهة في الغابة بسبب رائحة جسمه البشعة التي يقال إنها أقوى من رائحة الضربان ب4 مرات. يتجول في منطقته هنا في كوستاريكا، وهذا آكل نمل أصغر. تعني منطقته وجود مؤونة طعام مضمونة، وإناثا للتزاوج، وحماية من الضواري، لذا يحافظ عليها بأي ثمن. لكن هناك آكل نمل جائع آخر أتى بحثا عن بعض النشاط، يحاول الحصول على منطقة السيد. السيد مستعد للقتال من أجلها. يجد آكل النمل هذا آكل نمل آخر في منطقته. حان وقت الشجار الملكي لأكل النمل. يضرب السيد المعتدي بالأرض. الذيل هو الأساس. إنه قوي وقابل للمناورة، ومثالي كي يتم لفه حول الخصم لمساعدته في تثبيته. يحاول المعتدي الهرب من مجموعة المخالب، لكن ذيل السيد ملفوف حوله، ويدخل في حالة هجوم لآكل النمل. يقحم مخالبه الحادة في جسم السيد. يصوب السيد إلى ذيل المعتدي مباشرة، وهذا يغير اللعبة. يتبنى كلاهما وضعية دفاعية. باستخدام ذيليهما لتقوية نفسيهما، يحاولان استخدام مخالبهما التي تمزق اللحم. يقوم المعتدي بغطسة استراتيجية لتجنب ضربة. قبل أن يستطيع التعافي، السيد يضرب. لكنه يخطئ ويصاب بجرح علوي في الفك. يعرف السيد أنه مهزوم ويتراجع، ويذهب ليجد مكاناً جديداً ليعتبره منزله. أما المعتدي فيستكشف أرضه الجديدة.
في الريف قد تبدو الأوضاع هادئة، لكن إن ألقيت نظرة أقرب سترى المعارك الجوية الملحمية التي يمكن أن تنتهي بأن يتم تمزيق أي من المقاتلين إلى قطع. ضفاف النهر الخصبة في جنوب فرنسا هي موطن اليعصوب الإمبراطور. بأجنحة رقيقة ناعمة، فإن هذا البهلوان رائع في السماء. بطول يزيد قليلاً عن 7 سنتيمترات، يمكنه أن يطير بسرعة 48 كيلومتراً في الساعة ويناور بأي اتجاه، إلى الأمام والخلف والجانبين. من دون رحمة يهاجم أعداءه برشاقة وسرعة. يمضي إمبراطور الجو 95% من حياته تحت الماء. هذا اليعصوب الذي يبلغ عمره سنة واحدة أصبح كبيراً ويرهب قاع النهر. إنه مستعد لينهض ويستولي على مملكته فوق الماء. ينبثق بمجموعة لامعة من الأجنحة. يريد أن يستولي على امتداد النهر ويعتبره منطقته، لكن عليه أن يأخذه بالقوة من أخيه. أخوه هو الملك المقيم. يتم وضع بيوض اليعاصيب في الماء، لذا يحتاج إلى منطقة كهذه كي يحظى بفرصة للتوالد. وبما أن اليعاصيب المتصارعة يمكن أن تمزق أجنحة بعضها، يواجه اليوم خسارة كل شيء. ينطلق المعتدي إلى تحدي ويبدأ القتال. تدعم أجنحتها عضلات في صدرها وهي تساوي ثلثي وزنها بالكامل. هذا عرض للقوة. إنها تضرب وتناوش في كل زاوية في ساحة الحرب هذه، لكنها متساوية في القوة، لذا تغير تكتيكها. تريد الآن أن تمزق عضلات الطيران لدى بعضها إلى قطع. تحلق عالياً ثم تنزل إلى الأسفل وتحرق كمية هائلة من الوقود الثمين، ثم تمزق أسنان المعتدي أجنحة أخيه. وانتهت قدرة الملك على الطيران. يتخلى الإمبراطور المتوج حديثاً عن حذره، لكن قاع النهر الجميل هذا يخفي خطراً مريعاً. ويترك المنطقة مفتوحة تماماً من أجل المتحدي التالي. ليس الريف وحده هو المكان الذي تضطر فيه الحيوانات إلى القتال من أجل البقاء. يشعر الجرذ البني أنه في منزله في المدينة الكبيرة القاسية. يبلغ طوله 38 سنتيمتراً من الأنف إلى الذيل، ويزن حوالي 400 جرام. إنه أكثر الثدييات وفرة وانتشاراً على الكوكب بعد البشر. يعيش في كل قارة عدا القارة القطبية الجنوبية. يزدهر لأنه مقاتل، يتمسك بالحياة بواسطة أسنانه الصفراء. يتمتع الغراب أيضاً بذكاء العيش في شوارع المدينة. يصل طوله إلى 51 سنتيمتراً ويزن 510 جرامات. الغراب هو طائر انتهازي ذكي يتربص الحيوانات الأصغر والأضعف ليجعلها طعاماً له باستخدام منقاره وجناحيه ليمسكها ويقتلها. إن سنحت له الفرصة سيأكل جرذاً بنياً بكل سرور. هذا الجرذ البني مريض وضعيف. يرى غراب مقنع مار من هنا فرصة. بالنسبة إلى الجرذ، هذا القتال هو قتال حياة أو موت. لذا يتجه مباشرة إلى الهجوم. يطلق نفسه بأسنانه أولاً إلى خصمه. لدى الجرذان 16 سناً حادة وقوية جداً، بحيث يمكنها أن تقضم الإسمنت. ويمكن لعضة الجرذ أن تسبب إنتاءً قاتلاً.
لكن الغراب يتمتع بميزة الأجنحة ويمكنه استخدامها للتحرك بسرعة بأي اتجاه. استراتيجيته هي إنهاك الجرذ إلى أن يصبح ضعيفاً، بحيث يمكن لضربة على الرأس أن تقضي عليه. إنه يحاول أن يأتي خلف خصمه متجنباً أسنانه ليمسك ذيله بمنقاره الذي يبلغ طوله 5 سنتيمترات، لكن منقاره مصمم للضرب وليس للإمساك. يلتوي الجرذ ويتحرر ويرد الضربة. يمكن للجرذ أن يقفز بارتفاع متر، وهذا يشبه بطل قفز أولمبي يصل إلى أكثر من 5 أمتار من وضعية الوقوف. لكن الطائر مصمم. تبدو الأمور سيئة بالنسبة إلى الجرذ، إلى أن يناور ويتحرر ثانية، ثم ينتهز فرصته للهرب ثانية إلى الأمان في الصرف الصحي. يتراجع الغراب بدون أن تسفر جهوده عن شيء. في مملكة الحيوان، بعض الحيوانات تقاتل بقوة، وبعضها تقاتل بالبالونات. هذا ذكر الفقمة المقنعة، طوله 1.40 متر ويزن 300 كيلوغرام. من النظرة الأولى تبدو الفقمة المقنعة كأي فقمة أخرى، إلى أن تفعل هذا. تستطيع ذكورها أن تنفخ أنفها ليصبح بشكل بالون لتهدد الذكور الأخرى، وبشكل مذهل لتثير إعجاب الإناث. لا تنجب إناث الفقمة سوى جرو واحد في العام. في موسم التوالد في الأطلسي تكون المنافسة ليكون الذكر أباً له شرسة. عمر هذا العاشق 15 عاماً، ووضع نصب عينيه أنثى جميلة. لكنه ليس الوحيد. يمكن أن ينتهي القتال من أجل التزاوج بالموت، لكنها مخاطرة على الاثنين القيام بها من أجل فرصة للتوالد. يبدأ المتحدي بعرض للبراعة، ينفخ قناعه الأسود على أعلى رأسه، وينفخ من إحدى فتحتي الأنف لتضخيم حاجزه الأنفي ليصبح بالوناً بضعف حجم كرة قدم. يستجيب العاشق ببالون أنفي خاص به. عندما لا يفوز هذا بود السيدة، يبدأان بإخفاء بالونيهما الأنفيين لتصبح الأمور أكثر جدية. يقوم المتحدي بالضربة الأولى، يرد العاشق الضربة. بوجود 30 سناً قوية قصيرة، يمكن لأي منهما أن يسبب جرحاً نازفاً للآخر. لكن الزعانف التي يبلغ طولها 33 سنتيمتراً تعطي تميزاً، ويمكنها أن تعض فقط حيث تصل. وطبقة من الدهن العازل تزيد سمكتها عن 2.5 سنتيمتر، هي دفاع جيد. إنهما ينفخان قناعيهما ثانية، لكنهما يبقيان بالونات الأنفين مخبأة، لأنه من الممكن أن تتمزق بسهولة في المعركة. ينطلق العاشق بمجموعة من الهجمات، ويقوم المتحدي بتراجع سريع إلى أمان الماء. يرافقه العاشق إلى أن يرحل. ضربة أخرى من بالون الأنف وتصبح الفتاة له. في كامل أرجاء مملكة الحيوانات، الأمهات تفرضن الاحترام والخوف. ربما تشكل صغارهن غذاءً رائعاً، لكن الأمهات تقفن في الطريق دوماً. ربما لا يبدو كروان المياه الإفريقية سميك الركبة مخيفاً جداً. بطول 41 سنتيمتراً ووزن يفوق 255 غراماً، فهو يمثل وزن الريشة في نادي قتال الحيوانات. لكن انتظروا إلى أن تحظى الأم بعش لتحميه. حينها ستظهر أنها ليست جبانة. تضع هذه الأم الجسورة بيوضها على مسافة سنتيمترات من عش تمساح.
بينما تكون آلة القتل في منزلها، تكون بيوض الكروان بأمان من الضواري. بالمقابل توفر الكروان الأم خط دفاع مفاجئا من أجل بيوض التمساح عندما يكون بعيدا. يمكن لسحلية النيل أن تنمو ليبلغ طولها 183 سنتيمتراً وتزن 9 كيلوغرامات، أي تفوق وزن الكرواني سميك الركبة ب 35 ضعفاً. يعني معدل الاستقلاب السريع أن عليها أن تأكل نصف وزن جسمها كل يوم، وطعامها المفضل هو البيض، بيض التمساح أو الطيور. سحلية النيل هي الأقوى في عالم السحالي. تهاجم خصمها بلا رحمة ولا هوادة. عندما تذهب الأم، لا تحتاج سحلية النيل إلى وقت طويل لتتقدم. إن أرادت الكروان الأم أن تضمن سلالتها، عليها أن تواجه هذه السحلية المتنمرة بشكل مباشر. إن خسرت، ستخسر بيوضها وربما حياتها. تدخل المعركة ووالد صغارها إلى جانبها، تفتح ريشها وتنشر جناحيها وتضاعف حجم جسمها 3 مرات، ثم توظف سلاحها القاتل وهو مناقير حادة بطول 5 سنتيمترات. إنها تهدف إلى نقطة ضعف السحلية وهي عيناها. إن نقرت عيناً واحدة يمكنها أن تبعد الوحش. تحت ضربات من كلا الجانبين تقوم السحلية بهجوم مضاد. جسمها العضلي وقوائمها القوية تعني أنها تستطيع الانطلاق إلى الأمام بكامل طول جسمها بثانية واحدة. سلاحها الهجومي الرئيس هو فك يشبه الملزمة، عظام فك طولها 10 سنتيمترات تنطبق معا بقوة هائلة. يمكنها أن تسحق جمجمة الكروان بسهولة أو تكسر جسمها إلى جزئين. تدافع الطيور عن موقعها. لا يمكن لأي من الجانبين أن يعطي ضربة حاسمة إلى أن يتغير شيء ما. عادت الأم. تشكل الكروان حاجزاً بين السحلية والبيوض. عندما تعود الأم الكبيرة، تدرك السحلية أن هذه هي فرصتها الوحيدة. ضربة الذيل الجانبية وهي حركة دفاعية. يشكل الذيل العضلي أكثر من نصف طول هذه السحلية، ويمكنه أن يقتل كرواناً بضربة واحدة. لكن عندما تفشل ضربة الذيل بالوصول إلى هدفها، تقرر السحلية أن مهاجمة طائري كروان سمكي الركبة وتمساح ليست فكرة